what Qaddafi brings to us. سيطرة تامة على المطار بكير. هم بالأخلاق، هم وحوش، لا تتركوهم يعملوا موطأ قدم للاستعمار، وإذا الاستعمار سيكون أدهى وأمر. لا تتركوا طرابلس لهؤلاء الجرذان، لا تتركوهم أبدا، قاتلوهم، اقضوا عليهم، اقضوا عليهم بسرعة، أنتم أغلبية ساحقة. الحوش وحوش وحوش أبو شفشوفة، في حوش أبو شفشوفة الجرذ هذا كبير. خطاب العقيد لم يتغير قبل أو بعد سقوط باب العزيزية، تبقى كلماته قوية، كلمات توحي بأن معمر القذافي ما زال يعتقد أن استراتيجية اللعبة لم تتغير بعد. أؤكد مرة أخرى بأن السيف، هذا السيف الذي عليه الصدى الآن، لا قيمة له في صراعنا مع الطاغية. نحن نسعى وراء رأس الأفعى، أما ذيل الأفعى فلن يؤثر في هذا الصراع بأي شكل من الأشكال. أن وجد هذا السيف الذي عليه الصدى كما قل في حي أبو سليم فسيتم القبض عليه، وإن لم يوجد في ذلك المكان فسنجده عاجلا أم آجلا، هذا لا شك فيه. حسب مصادر من الثوار هنا في طرابلس العاصمة أكدوا لنا أن السيطرة تامة الآن على حي بوسليم، ويتم الآن خلال الليل عمليات تمشيط. سيم سيم صدام حسين، صدام حسين قذافي. هنالك معلومات قيمة جدا في هذا الموضوع، يعني هل هي تخص طرابلس، هل هي تخص مناطق خارج طرابلس، هل هو دائما متواجد في ليبيا حتى تقريبيا؟ يعني هو داخل ليبيا، هو داخل ليبيا سيد، داخل ليبيا، داخل ليبيا. لا أستطيع الحديث بالتفصيل في هذا الموضوع حقيقة. توالت الاعترافات بالمجلس الانتقالي الليبي من دول الجوار العربي من مصر وتونس والمغرب وغيرها على لائحة الاعترافات ينقص اسم الجزائر، وبالتالي نحن يكفينا شرف أن الشعب الجزائري العظيم اعترف بنا. أما السيد بوتفليقة فهو إذا لم يعترف بنا فهذا لكن لن يؤثر، لأننا نعي جيدا أن السيد بوتفليقة لم يعترف حتى بأمور كثيرة. وننتقل الآن إلى آخر التطورات في سوريا. الرسالة كتبت بالشموع لتكون ربما أبلغ من أي هتافات، هو الشعار نفسه رفعه المتظاهرون في حما ومحيطها، وكأن عزيمة المتظاهرين على حالها بعد